يعني، فمش متخيل ان انا اروح اختبارات النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ده كان حاجه كبيره. فقلت له انا العب في النادي الاهلي، قال لي اه يعني هتنام دلوقتي وبكره هنسافر الفجر وكده ونروح. كانت اول اختبارات خالص كابتن اسامه كانت في مركز شباب مدينه نصر، مركز شباب، ما كانش في النادي الاهلي. كان الاول النادي كان مقسم الاختبارات في مراكز الشباب. كويس. كان وقتها كابتن محمد وهبه، محمد وهبه طبعا، طبعا يعني كان مدرب كبير طبعا. فهو اللي كان ماسك الاختبارات بتاعتي. رحت هناك طبعا، قطعنا تذكره. كانت بكام تفتكر بقى؟ 3 جنيه 3 جنيه قطعنا تذكره ب 3 جنيه. رحنا دخلنا جوه، عملت اختبارات. كانوا بيعملوا تقسيمه كده، اربعه جون اربعه جون في مركز شباب. فانا من اول لمسه برقص وشط، فكابتن وهبه قام ناديني، محمد وهبه. كابتن محمد وهبه قام ناديني، قام مديني الاستماره، قام مديني استماره، قال لي هتيجي الاختبار اللي جاي في مركز شباب برضه. كويس. فسافرت البلد، انا بلدي من القاهره 3 ساعات ونص 4 ساعات على حسب الطريق. فوالدي فرح جدا طبعا، كان معانا كابتن جمال مراد، وكان معانا كابتن ابراهيم لماش. كابتن ابراهيم لماش كان بيلعب قبل كده في ناشئين النادي الاهلي، كان في جيل حسام غالي. فسافرنا البلد ورجعت انا بعديها باسبوع تقريبا. تفتكر بس يعني اليوم اللي انت دخلت فيه الاختبارات في مركز شباب مدينه نصر، الاعداد قد ايه؟ الاعداد كبيره جدا، كبيرة. يعني اعداد كبيره جدا في ده يعني ده لوحده في مركز شباب، ده غير لما رحت النادي الاهلي نفسه في الاختبارات اللي في النادي الاهلي. اعداد كبيره جدا واعداد مهوله. حتى والدي وقتها قال لي شكلها كده، يعني شكلك هاخدك وامشي. شكلك هاخد. بس فرحنا ورجعنا تاني برضو، اتقابلت في الاختبارات. بعديها باسبوع كده كابتن محمد وهبه برضو اللي كان بيختبرني، فاداني استماره عند في النادي الاهلي. بقى الاختبارات هتبقى في النادي الاهلي. يعني انت خلصت المرحله بتاعت مركز شباب مدينه نصر، الاختبار الثاني هيبقى في النادي الاهلي. في النادي الاهلي. فقعدت سنه، قعدت قصدي شهر ونص شهرين في اختبارات ثانيه في النادي الاهلي. كان هناك طبعا كابتن بدر رجب، كابتن محمد السيد، مستر كروفر، كابتن مجدي طلبه، كابتن علاء ميهوب. اختبرت بقى كام اختبار؟